السلام عليكم متابعينا قناة أمين النزار. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله بعد ما شفت واحد التعليق حبيت نجاوب، عندي مدة طويلة 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 ولكن كل مرة ننساه، حان الوقت باش نجاوب عليه. هذا السؤال اللي سبب مشاكل بزاف قنوات أخرى جاهلة تخلط تهدر برك ما على بالهاش، ما عندها لا خبرة لا ما عندها ولا شيء، يعني جيش تلبز وخلاص. على كل حال هذا السؤال عنده علاقة بتفعيل الأدسنس. كما رأيكم بلي هناك تحديث جديد في حساب الأدسنس وأصبح الآن يطلب كثيرا بطاقة تعريف وطنية أو باسبور، يعني إثبات الملكية بلا ما نحكي على البين كود. يعني أصبح الآن إثبات البين كود وإثبات الملكية، هنا يتخلطت شوية، مازال ما هيش واضح الأمور هنا في هذا الموضوع. كان حسابات مفعلة من قبل، كان اللي جديدة، كان اللي طلبوا عليها، كان اللي ما طلبوش، راهي فوضى كبيرة. على كل حال أنا فقط نبهكم بواحد الفكرة صغيرة برك باش تنتبهوا لها. إذا هذه الفكرة يقول لك ياسمين يارلس، الحمد لله يوتيوبر من الجزائر، أخي الله يحفظك جاوب عليا، راني كنجاوب فيك بالفيديو. شفت يوتيوبر واحد في الجزائر يقول لك، إثبات هوية تكون ببطاقة تعريف وزيد معها شاك باهي بان العنوان، لأن البطاقة ما فيهاش عنوان. أنا بعثت بطاقة تعريف برك ما بعثت شاك، راني نستنى في الكود أدسنس وما وصلنيش، راني داخلة في السمانة الرابعة، كيفاش ندير درك أخي؟ إذا كما على بالكم هذا يوتيوبر جزائري ما نذكرش اسمه، قالهم باللي باش تثبتوا الملكية تاع الأدسنس تاعكم كي يطلبوا لكم إثبات الملكية عن طريق الوثائق، ابعث لهم بطاقة تعريف وبعث لهم الشاك وبعث لهم الدار وبعث لهم الغاز وبعث لهم تريسيتي وبعث لهم الدنيا كامل. ويعني منين جاب هذه الفكرة؟ جابها من عند المصريين، نروح ونرجع 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 نلقاو الناس نسخ لصق كوبي كولي لأي قناة كبيرة فيها مشاهدات بزاف، يديروا لها نسخ في المعلومة، يلصقوها في أي دولة، يعني من الهند وخاصة الجزائريين اللي راهم جاهلين، لأنه هذا النوع من الجزائريين ما عندهمش إكسبيريونس وما عندهمش خبرة، جوست يهزوا نسخ لصق فقط لأنه قناة كبيرة. مثلا يجيو الناس يهزوا من عندي أنا معلومة، يهز نسخ لصق وممكن هذه المعلومة غدوة تبدلهم على بالوش. لذلك فهنا الكارثة، ما زالوا المصريين يغلطوا في الناس والناس يقولوا بلي انت عندك مشكلة مع المصريين. ما عنديش مشكل مع أي دولة في حياتي، أنا مشكلتي أن المصريين عندهم مشاكلهم هما ويديروا معلوماتهم هما ويحصلوها في العالم بكل. ما تقدرش انت تهضر، أنا كش من نهار شفتوني قلت يا مصريين ديروا هكذا يا جزائريين ديروا هكذا، كاين أمور تخص دولة الجزائر فقط، ميزة تاعها في دولة الجزائر، وكان مواضيع تخص دولة مصر ما نقدروش حنخلطوا. على كل حال باش ما نطولش على ياسمين، حبيت نقول لك بلي هذا اليوتيوب الجزائري راهو غلط في المعلومات تاعو، ونتمنى انه اذا كان يشوف فيها يصحح المعلومات تاعهم هذو كما يصحح الجزائريين. اول شيء احنا ماناش مصريين، احنا ماناش سعوديين، احنا الجزائر، هذه حاجه. وفي الجزائر احنا ما عندناش العنوان البيت في البطاقات التعريف الوطنيه ولا الباسبور، ما عندناش حاجه اسمها العنوان البيت، كاين دول اخرى يديروا لهم عنوان البيت، حنا ما عندناش، هذه حاجه وهذه ما تهمناش. ثاني حاجه انا شخصيا عندي يومين برك باللي فعلت بطاقه بالبطاقه فقط، فعلت حساب ادسنس لاحد القنوات بالبطاقه التعريف فقط، يعني لا شك لا والو، في مده ساعتين قبلوها عادي جدا، ولكن الطريقه تاعي انا نقولها لكم انا، وانتم تدبروا صنعكم، انتم احرار. اذا راح نجاوبكم بشويه ونفهمكم بشويه. إذا بعد التحديث الجديد أصبح الآن يطلبوا إثبات ملكية، يعني ممكن في أي وقت يجيكم إثبات ملكية أو يوقفوا لكم الربح، ما تخلعوا ما والو، راح يقول لك إثبت لي ملكية تاعك عن طريق وثائق. إذا الوثائق هذه إذا كنت من الجزائر ما عليك فقط تبعث له بطاقة التعريف الوطنية تاعك من الأمام ومن الخلف، متفاهمين فيها؟ ما تبعث معها لا شك، ما تبعث لها لا عنوان تريسيتي لا الغاز، يا خويا واش دخلك؟ أنت بطاقة التعريف تاعك ما فيهاش منزل، عنوان منزل، ما عندك ما دخلك. نتكلم في الوقت الحالي مازال ادسنس مطلب والو من الجزائريين، تبعث له البطاقه يقبلك. هذا كانش لحد الان، انا منش نهضر زهر ولا نهضر عن طريق النظريات كما يديروا القنوات يهز نسخ لصق، انا هذه راهي تجارب شخصيه وهذه امور انا نقولها لكم نضمنها لكم، انا نقدر نضمن لكم فيها، امين زي يضمن لكم فيها، الا اذا تغير القانون مع الوقت. انا مانيش مسؤول على تغيير القانون او التحديثات، انا نهضر لك في الوقت الحالي 14 سبتمبر 2022 ما زالت البطاقة من الأمام من الخلف تتقبل عادي جدا، هذه حاجة. إذا كيف تتقبل؟ لو كنا نعطيكم كيف تتقبل وش الوثائق اللي تتقبل، وقال لك وزيد معها الشاك يبان العنوان، لأنه بطاقة ما فيهاش عنوان، لأن بعت بطاقة تعريف برك ما بعتش الشاك، راني نستنى في الكود أدسنس وصلني داخل أربع سمانة. قبل ما ندخل في الموضوع تاع لاكارت برك حبيت نوضح لياسمين باللي
لازم عليك تطلبي بطاقة البين كود، يعني ديري إعادة الإرسال أو إعادة البعث الرسالة هذه في حسابك أدسنس. تدخلي الدفعات المعلومات الشخصية، تلقي كلمة إعادة إرسال ولا حاجة كيما هكذا. لازم تبعثيها، لازم تطلبيها 4 مرات، يعني كل تقريبا 3 أسابيع فما فوق ترجع لحساب الأدسنس تاعك تعاودي تطلبيه. إذا جت الرسالة اللهم بارك، إذا ما جتش الرسالة بعد 4 محاولات أو 5 محاولات، الأولى أوتوماتيكية والباقي 4 محاولات أو 3 محاولات أخرى تجي بيدوية، هذاك النهار يعطيوك طريقة باش تدفعي الأدسنس تاعك. قال لا غالب، قال عندي مشكل في البريد تاع الآخر، يعطيوك الطريقة وتعمري وتبعثي الوثائق وعادي خلاص، هذه خارجة خلاص من النطاق هذا. أما فيما يخص طريقة التفعيل، ركزوا معي، طريقة التفعيل إثبات الملكية، قلت لكم إذا كنتم من الجزائر تكفيكم فقط بطاقة التعريف الوطنية، تصوروها من الأمام ومن الخلف، أو من الأحسن أضمن تصوروا باسبور تاعكم، من الأضمن أن يكون عندكم باسبور، هذه مبيحة خلاص، بطاقة التعريف هي تكفي، ولكن باسبور فور خلاص، باسبور تصوروه نورمال، تصوروه عادي، تقولوا لي أمين كيفاه دوكا باش تقبلوني 100%. كاين ناس بزاف عندهم هواتف تاعهم في الجزائر ضعيفه، لاكاليتي ضعيفه، ولا ما يعرفوش يصوروا لانه كان تقنيات وتترفض، يعني كان توجيهها غير شويه تترفض لك. اذا باش حنا نيفيتيو الرفض واش نديرو؟ نروحو للسيبر، عنده سكانر ولا اي محل تاكسي فون ولا اي محل عنده سكانر، قال يا اخي اسكاني لي مليح، تروحو للسيبر تعطيه البطاقه، قال اسكاني لي البطاقه تاعي، اسكاني لك البطاقه تاعك التعريف الوطنيه من الامام من الخلف، وقال يا اخي اعطيها لي اعطيها لي بي دي اف، قال يا اخي اعطيها لي بي دي اف. نتوما كي تحملوها كي تجيبوها فلاش ديسك ولا تجيبوها في مجبوش في الهاتف، جيبوها في فلاش ديسك ولا كارت ميموار، حطوها في الميكرو تاعكم ولا في الهاتف تاعكم، ومن بعد كي ديروا اثبات الملكيه ترفعوها بي دي اف، بي دي اف، وتقدر ترفعوها بي جي بي جي، جي بيج نورمال، صور عادي ماهيش مشكل، لكن انا نهضر لك انا على طريقتي، ديروها بي دي اف وتطلقوها، ما تزيد لي عليها لا عنوان تريسيتي لا حتى حاجه، ما دخلك. فقط الشيء اللي لازم تهتموا به وتركزوا عليه سينو تترفض، انه قبل ما تبعث البطاقة التعريف تاعك من الامام ومن الخلف فقط، ما تزيدش فيها شاك ولا حاجه اخرى، لازم تروح لحساب الادسنس تاعك وتتاكد من المعلومات وتغيرها، اذا كانت ماكش مغير بشرطه اذا ماكش مفعل حساب تاعك بالبين كود، اذا كان الحساب تاعك ماهوش مفعل، يعني ما جاتش البريه وما فعلتوش، يعني عندك الحق تغير في المعلومات تاعك، مش تغير كليا، ولكن طريقة الكتابة مثلا لازم تكون قبل ما تبعث الملكية هذه البطاقة لازم تكون مطابقة باللغة الفرنسية أو باللغة العربية، ماهيش مشكل، من الأفضل نديرو الفرنسية، احنا الاسم واللقب تاعك بالفرنسية مطابق واش مكتوب بالأدسنس واش مكتوب بالبطاقة، يعني مش مكتوب محمد بالعربية ونتوح انت تبعث البطاقة بالمعافضة تتقبل، بس حتشوية ريسك، لازم تكتب بالأدسنس تاعك محمد بالفرنسية مطابق تمام الاسم واللقب مطابق وش راهو مكتوب في بطاقة التعريف تاعك بالفرنسية. كي تتأكد من معلومات مطابقة بالاسم واللقب وكل شيء مطابق، العنوان ميهمش، العنوان يكتب بالفرنسي ميهمكش العنوان مطابق ولا لا، اكتب اي عنوان تاع جاركم تاع جدكم تاع داركم، العنوان لا يهم، المهم الرقم الهاتف جديد والاسم واللقب مطابق، ثم تبعثوا الارسال الملكية، تبعثوا البطاقة تاعكم تتقبل في مدة 2 أو 6 أيام، حنا انا تقبلتني عندها 2 يومين في مدة 2 أيام بطاقة فقط، ما حتى حاجة اخرى، لازم تتأكدوا من هذا وايفيتيو البطاقات الخضراء تاع الجزائر القديمة هذيك، مليح ديروا البيومتري، البطاقة البيضاء ذيك الصغيرة من الافضل، اذا حبت تقبل خضراء ما نضمن لكمش، الخضراء قاعدة تترفض وما عندهاش علاقة بالعنوان، الخضراء لانه قديمة خاصة الناس اللي قدام بزاف، لأنه بطاقة 10 سنين تموت، نتا مديرها للديلي تاعها أكثر من 20 سنة بزاف، لازم هذي ديروها في عين الإعتبار، مليحة البطاقة البيومتري ولا الباسبور، فقط هذه هي الفكرة وهذه هي المعلومة، نتمنى أنو ديطاييت فيها مليح، لي مازال مفهمش يقدر يكتب في الكومنتار وحنزيد نديطايو في الكومنتار أسهل وأسهل، ما عندها حتى معنى، لخصوها، ما لازمش تحتاج، ماكش مضطر تحتاج العنوان، ماكش مضطر تبعث الشاك ولا ورقة تاع الغاز. وهذا اليوتيوب اللي قالك راهو غلط، راهو غلط عن جهل ولا يصحح الفكره تاعو، الجزائريين نقدوا يبعثوا البطاقه تكفينا، هيا تهلاو في روحكم يا جماعه، سلام.